السلام عليكم مربيين الدواجن الطيبين المحترمين في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. دايما بينطرح سؤال ما بين مربيين الفراخ عامة، هل تربية الفراخ التسمين افضل واسهل ولا تربية الفراخ البياض والامهات؟ في ناس ظلموا فراخ التسمين وقالوا عليه مش عارف ايه على رأي الست ام كلثوم، يلي ظلمتوا الحب وقلتوا عليه مش عارف ايه. تعالوا النهاردة نشوف هل فعلا فراخ التسمين سهل تربيتها والامور فيها بسيطة وسهلة ولا صعبة جدا وحساسة واصعب من الفراخ البياض. لو انت كنت بتربي تسمين بقالك فترة وبتشاور عقلك انك تربي فراخ بياض، طبعا القرار ده ما هوش سهل عليك، علشان كده احنا بنحاول دلوقتي نلقي الضوء ونساعد حضرتك انك تاخد القرار المناسب ليه. وطبعا لو حضرتك لسه عايز تبدأ في تربية الفراخ وخايف تبدأ بالتسمين او محتار ما بين التسمين والبياض، ان شاء الله تجد معانا الجواب الكافي والشافي اللي من خلاله تقدر تاخد القرار المناسب لحضرتك. ودلوقتي كالعادة قبل ما نبدأ، ما تنساش تصلي على حبيبك المصطفى في التعليقات، ولو عندك اي سؤال انزل حالا في التعليقات اكتب سؤالك، وان شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم. ودلوقتي يلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. اهلا وسهلا بحضراتكم. الدكتور أسامة السعيد رمضان ذكر في كتابه 6 أسباب بتؤدي أو بتخلي إن فراخ التسمين أصعب بكتير من تربية الفراخ البياض. من ضمن الأسباب اللي ذكرها الدكتور أسامة إن السنة في التربية مع التسمين بتكون تقريبا المجهود اللي فيها 7 أضعاف التربية البياض، لأن التربية في التسمين أنت بتحتاج تطهر وتحصن وتحضن 7 دورات في السنة، يعني مجهود مضاعف 7 مرات. لكن في التربية البياض او في الامهات انت بتعمل الكلام ده مرة واحدة وبتسكن الفراخ والامور بتستقر. وفي بعض المربيين بيشتروا فراخ بياض عمر 100 يوم ويريح دماغه. النقطة الاولى ان المجهود اللي هتبذله مع فراخ التسمين بيكون تقريبا 7 اضعاف في الفراخ البياض. طبعا النقطة دي هي ميزة برضو هقولك عليها دلوقتي لما نتكلم عن مميزات فراخ التسمين، لكن خلونا نكمل الاول ليه فراخ التسمين اصعب في التربية من الفراخ البياض. والسبب التاني يا شباب ان فراخ التسمين حصل فيها تعديل وراثي. خلى التعديل الوراثي ده خلى الفراخ تزيد وتبقى عندها سرعة في النمو والحجم، تمام؟ يعني الفرخة في ظرف منت بتبقى في ظرف 30 يوم بتكون 2 كيلو، لكن تسبب التعديل الوراثي ده في ضعف مناعة الطيور. تخيل معايا عزيز المربي الطيب المحترم ان مناعة الطيور بتكون ضعيفة، ده معناه خطير ان اي مرض اي مشكلة هتصيب الفراخ هتؤثر جدا في الفراخ التسمين. يعني مثلا على سبيل المثال لو في شوية برد او شوية بكتيريا دخلوا العنبر، في لحظة تبص تلاقي الفراخ جالها برد وبتعطس والحق يا دكتور وعايزين مضاد حيوي النافق يشتغل. لكن في الفراخ البياض بيكون الموضوع محتاج عدوى جديدة جدا علشان توصل للمرحلة دي، وده لان الفراخ البياض مناعتها اعلى فبتقاوم الامراض بمنتهى البساطة والسهولة. النقطة اللي بعد كده ان تركيبة العلف في فراخ التسمين حساسة جدا. احنا دايما ننصح ونقول لازم علف سوبر، لازم علف سوبر. ليه؟ لان العلف لو في اي خلل في التركيبة في لحظة في خلال 2 3 تبص تلاقي مشاكل زي النقرس او الفاتي ليفر، تدهن الكبد، في لحظة عملت مشاكل في فراخ التسمين. لكن برضو نفس الكلام في البياض، الامور محتاجة او مفيش الكلام ده بالسرعة دي في الفراخ البياض. فانت لازم يكون عندك خبرة كبيرة جدا وحساس جدا وراجل يعني صنايعي كويس علشان تعرف تشتغل او تفهم ازاي تربي فراخ التسمين. النقطة اللي بعد كده ان مستوى الاجسام المناعية في فراخ التسمين بينزل بسرعة، يعني لان طبعا في سرعة في النمو فبيحصل تضاعف للدم، فلما الدم بيتضاعف كمية الاجسام المناعية بتقل، وتبص تلاقي ان انت برضو مقاومة الفراخ للفيروسات والمشاكل الفيروسية ما هياش بنفس القوة والكفاءة في الفراخ البياض والامهات. واخر نقطة ذكرها الدكتور اسامة في كتابه ان حتى طريقة تقديم العلف في الفراخ التسمين اللي هي الطريقة المفتوحة، العلف مفتوح 24 ساعة قدام الفراخ، الطريقة دي بتسبب تخمة وبتسبب مشاكل وضعف مناعة. وانت عارفين طبعا الاكل مفتوح ده بيعمل مشاكل، حتى ان هم قالك طب ما نعمل برنامج اظلام في التسمين، ورجعوا برضو قالك ما هو برنامج الاظلام بيعمل مشاكل، خد بالك لو عندك مشاكل تنفسية وعملت برنامج اظلام والفرخة حطت راسها على السبلة برضو ممكن يعمل لك كخة واعراض تنفسية فتدخل في مشكلة تانية. يعني الموضوع حساس،
تجيبه يمين يجي لك شمال، تجيبه شمال يجي لك يمين. فالفراخ التسمين تعتبر تربية صعبة، ما هياش سهلة، لكن في برضه مميزات نقولها لحضرتك علشان الصورة تكون واضحة وكاملة. أول ميزة سرعة دورة رأس المال. أنت دورة رأس المال في البياض علشان تحسب مكسبك وخسارتك مش أقل من سنة لو هتشتري حتى الفرخ عمره 100 يوم. لكن في التسمين أنت ممكن تعمل الكلام ده 7 مرات في السنة، عندك فرصة أنك تعوض خسارتك مرة واثنين وثلاثة لحد 7 دورات في السنة. نفس الكلام في المشاكل اللي ممكن تواجهك، لو حصل لك مشكلة في دورة أو في التانية برضو عندك فرصة إنك تتفادى مشاكلك دي وتتعلم من أخطائك وتتطور في خلال السنة. عندك فرصة إنك تلعب ملك وكتابة 7 مرات، تجرب حظك وتتعلم وتشوف وتدرس الموضوع وتروح وتيجي 7 مرات في السنة. فأنا بعتبر اللي بيربي فراخ التسمين ولو سنة عنده خبرة أكتر 7 مرات من اللي ربى فراخ بياض سنة. يعني هنا الخبرات بتزيد معاك في التسمين. النقطة الثالثة والأخيرة اللي ذكرها الدكتور أسامة إن في علاقة وممكن نسميها سحر ما بين المربي وما بين الفرخ في التسمين ده، لأن سرعة نمو الفراخ بيحسسك كده وانت داخل العنبر إن الفراخ دي يعني إيه، في علاقة جميلة، في حب، في ود كده. انت الفرخة بتكبر قدام عينيك بسرعة، فبيحصل إن انت بترتبط عاطفيا مع الفرخ. يا سلام بقى لو بتكسب منها ماديا، يبقى انت كده بتعشق التسمين. النقطة دي بتفسر لنا ليه بعض المربيين مع ان هما بيخسروا من تربية التسمين الا ان هما مصممين يكملوا مع الفراخ التسمين. اعتقد ان هما زي ما تقولوا كده مسحورين من جمال وحلاوة وسرعة نمو فراخ التسمين. وكده يا شباب نكون ألقينا الضوء على عيوب ومميزات التربية التسمين والبياض، بحيث انك تقدر تاخد القرار المناسب وتكون المعطيات كلها قدامك واضحة زي الشمس. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا رب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال. كان معكم دكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.